أستاذ ياسر عبد الله المدير الإداري، حضرتك واحدة من مهامك تجهيز المعونات والإشراف على النقل، سرعة التحرك تطلبت منكم إيه في أزمة الزلزال الأخيرة؟ يعني هل أول حاجات بعتوها كانت متوفرة أصلا في المخازن في القاهرة ولا استخدمتوها؟ يعني كان إيه التحرك اللي خلاكم تقدروا تنجزوا في إرسال المساعدات بشكل مباشر؟ الهلال الأحمر المصري بيمتلك مجموعة من المخازن، هذه المخازن متوفر فيها المواد الإغاثية، وهذه المخازن موزعة في أكتر من مكان من محافظة في الجمهورية، فبالتالي بنقدر نستدعي هذه المواد وبنقدر نشحنها إلى أماكن صبر المعونة. يعني أنتوا الأول وديتوا اللي في المخازن كله وبعد كده ابتديتوا تستقبلوا التبرعات؟ بيتم الاستعاضة بشكل مباشر، احنا عندنا خطة للاستعاضة، هذه الخطة بتنفذ باستمرار، فبنودي اللي موجود، بنستقبل المعونات اللي موجودة عندنا وبنوديها برضو تباعا أو بتشحن تباعا. ممكن أسأل من بعض المتطوعات والمتطوعين معنا، يعني هم أصلا طلبة ولا بيشتغلوا واتطوعوا إمتى وإزاي في الهلال الأحمر؟ ممكن أسألكم يا شباب؟ حضرتك طالبة ولا بتشتغلي؟ الحقيقة أنا متطوعة في الهلال الأحمر المصري من 3 سنين، وطبعا زي ما دكتور أمال كانت قالت ان إدارة الشباب والتطوع ان هو بيبقى فيه بروفايل لكل فولنتير، فهو بيقدر ان هو يشوف السكيلز بتاعتك ويقدر ان هو يوظفها بأحسن طريقة. فأنا ستاف في الهلال دلوقتي. أول ما اتطوعتي كنت في الجامعة ولا كنت بتشتغلي حاجة تانية؟ كنت لسه مخلصة الجامعة، فريش جرادويت. والحقيقة بس أنا كنت عايزة أقول حاجة برضو ممكن أضيفها للكلام اللي قاله التيم. أنا بالصدفة كنت في سوريا ورجعت قبل الزلزال بيوم، كان exchange program ما بيننا وما بين الهلال العربي السوري، تبادل خبرات ما بيننا وما بينهم على الجزء النفسي اللي احنا كنا بنتكلم عليه. الناس هناك طالعة من أزمة كبيرة، كانوا فرحانين جدا ان هم أخيرا عندهم حاجة في بلدهم، مستضيفين جمعيات وطنية، جنسيات، كان معنا فلسطين، معنا اليمن، معنا لبنان قبل الزلزال بأيام، فرحانين جدا جدا انه اخيرا وقفوا على رجلهم وقادرين ان هم يستضيفوا ناس. فنفسيا عارفة كونتي صداقات وكده، وبعدين تلاقي بعدها على طول تعبانين وقريبهم عندهم مشاكل ومصدقوا وقفوا على رجليهم وحصلت الأزمة دي. فحقيقي كنت فخورة ان احنا عندنا فريق قدر يروح هناك وانه يقدم مساعدة، يعني اي حاجه كانت اتقدمت الناس كانت مفهوم فعلا فعلا محتاجه لها. مفهوم. ممكن اخد خلفيه عن تخصصاتكم، دراستكم، شغلاناتكم الاصليه؟ انا اتطوعت في الهلال من 2011، كنت لسه بشتغل. بتشتغلي ايه؟ كنت بشتغل في شركه ما، يعني شركه ليها علاقه بالاتصالات. ايوه. وبعد كده فضلت متطوعه، انا حاليا بتم 3 سنين ستاف في الهلال، بشتغل في اداره التطوع. يعني اتطوعتي وانت عندك شغلانه اخرى؟ كنت وانا شغلانه بره. وكان سبب ان انا اخدت كورس في الجامعه عندي في الاول خالص، اسعافات اوليه، عرفت منها لان كان عندي حادثه شخصيه مع والدتي، فمن هنا عرفت الاسعافات الاوليه، ومن بعدها بقيت متطوعه، وبعد كده انا لقيت بقيت 3 سنين ستاف في الهلال. ايه، انا متطوعه في الهلال من 2019، كنت وقتها بشتغل اوريدي. دراستي كانت اثار، لكن شغلي كان في مؤسسه تعليميه. بدايه من 2020 وكورونا بقى شغلي كان واقف، فبقى كل وقتي في الهلال. حاليا انا بقالي 7 شهور مختصه او مسؤوله عن غرفه اداره المتطوعين. انا لسه بدرس في اولى ثانوي، واتطوعت في الهلال السنه دي. بجد انا فرحانه ان انا ساعدتهم وكده، فانا عارفه الهلال من وانا صغيره، انا اتربيت فيه بسبب بابا. انا متطوعه في الهلال بقالي مثلا اراوند سنه كده، انا لسه بدرس كليه علوم. كنت ايه اللي خلاك تتطوعي في الهلال؟ هو موضوع يعني كايند مضحك شويه بس. ايه، هو انا ليا حد من صحابي هو عارف ان انا بحب قوي اساعد الناس، هو يعني هو كده فجي في مره راح قال لي حنان ما تيجي معانا الهلال، وكانتي بتحبي الحركه كتير وانتي بتحبي تعملي اي حاجه خير لاي حاجه لاي حد. فقلت له طب خلاص تمام ماشي. فجيت ابتديت في الاول ان انا دخلت يعني مشروع في الهلال، وبعد كده بعد ما حصل الكارثه بتاعه الزلزال وكده حسيت ان انا هبقى
برودكتيف اكتر لما انزل في التعبئه وان انا اتحرك ان انا اعمل حاجه. لا هي حاجه ملحه, حاجه هي محتاجه فعلا بني ادمين. فبطلت انزل تبع المشروع, بعد كده بقيت انزل تبع التعبئه. وحرفيا فعلا احنا كنا بنقعد على مدار الساعه, يعني انا كنت بروح البيت الساعه 2 بالليل بس كنت ببقى مبسوطه بامانه. هو التطوع او ثقافه التطوع لازم في كل الدول بننميها, بندرسها في المدارس, بنحاول نشجع لها, بس ده لا يمنع انه في بني ادمين ربنا خلقهم متطوعين, يعني حتى لو ما انضميش بيبقى في حاجه جواهم. مين تاني يحكي لنا قصه تطوعه للهلال الاحمر؟ يعني اتفضل. مساء الخير, انا متطوع بقالي سنتين, بدرس في ثالثه ثانوي. السنه دي كنت في فرع الاغاثه على مدار 24 ساعه كنا شغالين. ايه اللي خلاك تروح الهلال الاحمر؟ ايه اللي خلاك تتطوع؟ بحب مساعده الناس جدا, دي حاجه كانت بتخليني من جوه ان انا اساعد شخص محتاج لمساعده, حاجه فخور بيها جدا. حضرتك من القاهره؟ اول حاجه اشتغلت عليها كانت ايه مع الهلال الاحمر؟ كانت القوافل الطبيه المتنقله وفرق التدخل الاغاثه. انا اسمي حسن احمد, متطوع في الهلال من سنتين. ابتدأت في الهلال كممبر في فوند ريزنج تيم, بعد كده الموضوع تطور معايا. ايوه دخلت ازاي؟ انا يعني عايزه اي حد في البيت عنده الرغبه دي, يعني دخلت ازاي الهلال؟ كان يعني عرفت من يعني اصدقائي تمام اللي هو ازاي اقدم على الهلال الاحمر المصري, وانا اصلا كان عندي استعداد ان انا اقدم مساعده للناس واتعرف على ناس جديده وابدا حياه جديده يعني. فابتديت يعني مع الهلال الاحمر المصري, دخلت في الفند ريزنج تيم, بعد كده ابتديت اتوسع في مجال الهلال من جوه, بي ار تيم, تعقيم, فابتديت اتوسع فيه يعني. مين في اللي حاضرين عمل شغل تطوعي قبل ما ينضم للهلال الاحمر؟ هنا وهنا وهنا, بنات لا وولاد كمان, انا اسفه. يعني انتوا عملتوا عمل تطوعي مع جمعيات وجهات اخرى. الحقيقه يعني في ختام الفقرة دي أكيد الشكر واجب لحضراتكم, أكيد الاعتزاز بالهلال الأحمر واجب, بس في حاجة كده لازم نقولها, إنه في دول كتيرة يمكن يكون عندها قدرة اقتصادية أكبر أو أقوى من مصر, يمكن يكون في دول تقدر تقدم فلوس أكتر من مصر, بس مصر دايما بتقدم ما هو أغلى من الفلوس. مصر بتقدم العمل الإنساني الحقيقي اللي معتمد على الموارد البشرية, يعني في لحظة زي ما حضرتك قلتوا الفلوس لا تعني شيء. أول ما بتحصل الكارثة الناس ما بتبقاش عايزة ورق بنكنوت, هي عايزة بني آدم يطبطب عليها يشدها وينتشلها يدفيها أو يديها غذاء أو علاج, ومصر عندها ده وبتقدمه بكل كرم وأريحية وحب. مش بس الهلال الأحمر المصري بكل المتطوعين والقائمين عليه كل الشكر والاحترام بقدمه لحضراتكم. أستاذ لطفي سليمان غيث مدير مركز الطوارئ, مهندس مصطفى رفعت, أستاذ معتز عبد الغفار, أستاذ مدحت مجدي, دكتور أمال إمام, وكل المتطوعين اللي معانا اللي هم جزء صغير من المتطوعين الهلال الأحمر المصري. أشكركم شكر جزيل. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش, وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.